طبعا هذا استكمال أحد فقرات دورة تاريخ وأثر فلسطين والموروث الثقافي الفلسطيني اللي بنقدمها إحنا والتوجيه السياسي والمعنوي وزارة السياحة والأثر بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني. الآن هذه الدورة تلقي فيها الأخت وداد سفاريني مصممة أزياء وعضوة الغرفة التجارية في طول كرم. بالتأكيد عنوان المحاضرة هو التراث أو الزي الفلسطيني القديم، ما بين القديم والحديث، لنربط ما بين اللباس اللي كانوا يلبسوا الكنعانيين منذ آلاف السنين واللباس اللي بتلبسه الفلاح الفلسطينية أو الناس الفلسطينيين اللباس التقليدي ليومنا هذا، لنفرجيهم كيف أنه أجدادنا الكنعانيين أثناء لباسهم للتراث الفلسطيني أو اللباس القديم، لباسنا اليوم يأتي جزء أو صورة عما كان يلبسه أجدادنا وأسلافنا الكنعانيين مع تحوير بسيط أو تطوير بسيط نظرا لتطور العصر. هاي المحاضرة مهمة على أساس أنه تراثنا عم ينسرق من قبل اليهود، فطبعا هذا بحس في نفسنا انه ينسرق. مثلا مضيف الطيران العاد تكون لابس فستان مطرز هو بالاصل لنا، او بتشوفها في معارضهم، بيعرضوا معارض في معارضهم في اوروبا على اساس انها هي فلكلورهم ولباسهم. ف يعني بتمنى انه هذا يعني اللي هلا الماده اللي انا بدي هلا احكي عنها بتمنى انها تحرك شوي فينا على اساس انه في يعني اللي انا بعطيهم على اساس انهم يعني يحسوا انه احنا كيف عم ننسرق، ويحسوا انه هذا تراثنا لازم نحافظ عليه.